تلقينا خبر المحاضرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كأي مواطن مغربي، وبحكم اشتغالنا بالمؤسسة قمنا بتحري لدى الإدارة لمعرفة هل تم الترخيص لهذا النوع من النشاط أم لا. فكان الجواب أنه إدارة المؤسسة لم تقدم أي ترخيص، وبالتالي فهذه المحاضرة ملغية. والمحاضرة يعني بالنسبة لرأينا في الموضوع كان من اعتبارات عدة. الاعتبار رقم واحد هو طبيعة المحاضر، ونعرف أنه في يعني الأعراف الجامعية عندما نتكلم عن محاضر فهو يكون من بين أولا من بين المتخصصين في ميدان ما، ثانيا أن يكون له اعتراف جامعي، والاعتراف الجامعي يكون انطلاقا من الشواهد التي يحصلها، أن يكون مثلا باحثا في مجال ما، يعني مسجل بسلك الدكتوراه وينتمي إلى مختبر معين وباحثا في ذلك الموضوع. أيضا هذا المحاضر يمكن أن يقدم لنا إضافة في المؤتمرات والندوات والموائد المستديرة المخصصة لهذا الشأن. أما أن يكون مؤثرا اجتماعيا ويأتي إلى مؤسسة جامعية لإلقاء محاضرة ما، فهذا أظن كما قلت سابقا في تدوينتي بصفحتي الرسمية بالفيسبوك بأن المؤثر مكانه منصة التواصل الاجتماعي وليس بردهات ورحاب الجامعة. المجزوءة لا تحتوي نفس المحتوى، ربما المجزوءة هي أكثر شساعة وأكثر رحابة على اعتبارها لا تتخندق فقط في تيار أو إيديولوجية محددة، بل هي شاملة جدا وتأخذ بعين الاعتبار توجه المملكة في دستورها ديال 2011، تأخذ بعين الاعتبار أيضا المواثيق الدولية، تأخذ بعين الاعتبار البعد الكوني لمهنة التدريس والتعاطي مع مهنة التدريس من منطق الحقوق والواجبات والكفاءة أيضا. أنا قلت بأن مجال الاشتغال يختلف، عندما تكون مؤثرا فمجال تأثيرك يتخندق في مجال ما، مجال ديني، مجال دعوي، مجال جمالي، مجال تأثير آخر. أما فيما يخص أن تكون مجزوءة أو وحدة في إجازة ما، فهي تكون مصاغة بشكل علمي يوصل الأفكار والأهداف والكفايات اللازمة للطلبة حول هذا الموضوع. وبالتالي أنا قلت بأنه لا أظن أن طلبتنا محتاجون لمؤثر لكي يعطيهم قيمة إضافية فيما يخص هذا الباب وهذا الموضوع بالضبط، ربما في مواضيع أخرى قد يفيدهم أكثر، لكن القبعة التي أتى بها ليست قبعة يخال أنها علمية، لكنها قبعة لا تمت للعلم على اعتبارات سبق وأن ذكرتها. الشروط كما قلت هي تكون بعض الأحيان نستدعي متخصصين في مجال ما، مثلا حتى الأستاذ المذكور والمحاضر الذي كان ينوي أن يقدم محاضرته بالمؤسسة لو جاء ليعطينا كما نقول بالفرنسية ان تيمونياج ديكسبيريونس او شهادة حول خبرته في مجال اختصاصه فسيكون مرحبا به. قد لا نقول ان محاضرات او لقاءات بالجامعة كلها تصب في عند الباحثين وعند طلبة الدكتوراه او الدكاترة، قد نجد بعض الأحيان أناسا لديهم خبرة معينة في مجال، ونحن نقوم كل سنة بما نصطلح عليه المهرجان الجامعي للكاريكاتير التربوي، ونستدعي فنانة الكاريكاتير من المغرب ككل بشراكة مع الجمعية المغربية للكاريكاتير، وفيهم ليس فيهم باحثين، ليس كلهم باحثون، فيهم جزء كبير من الموهوبين الذين يدلون بدلوهم في أعمال جيدة وغيرها. دونك هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو أن يكون باحثا رصينا له أبحاث محكمة في مجلات محكمة وفي ندوات دولية وغيرها، وبالتالي له رصيد بحثي معترف به من المجتمع البحثي، غير
إن أردت هذه الحالتين فأظن ليس هناك أي مجال لأي أحد ليلج إلى ردهات الجامعات المغربية. قلت أن ليس لدي أي سابق معرفة بالأستاذ وليس لدي أي خصومة أو شيء من هذا القبيل، كل ما هنالك هو تعليق ورأي في الموضوع، وهو كما قلت مسألة مبدأ، مسألة مبدأ وتحصين للجامعة وللدروس الجامعية، وخصوصا في مؤسسات ذات استقطاب محدود كمؤسسة كالمدرسة العليا للتربية والتكوين، هذا كل ما في الأمر.